ثلاثة أيام ستستمر فعاليات المجلس المركزي لاتحاد المعلمين العرب الذي احتضنته العاصمة بغداد. وفود من 12 دولة عربية شاركت هذا العام لوضع حلول ومعالجات لمشاكل القطاع التربوي التي تواجه التعليم في الأقطار العربية. الأمر أساسي أن يكون دور المعلم، وبالإضافة إلى دور المعلم القدوة. اليوم المعلم يلعب هذا الدور المهم، لا يجوز أن نصغر دور المعلم. نحن اليوم في كل مدينة وفي كل مساحة في العراق نحررها، أحد أهم الأمور التي يعني نقوم بها قبل عودة أبناء المدينة إلى مساكنهم هو إعادة فتح المدارس. اليوم ينعقد المؤتمر تحت شعار إدامة النصر وتعزيزه والاستمرار بالمطالبة بحقوق المعلمين، انطلاقا من حقوق المعلمين من أجل بناء الأجيال ومستقبل الأمة ومستقبل العراق. ويهدف الاتحاد إلى توحيد الرؤى والأفكار من خلال تطوير المناهج التربوية بما يخدم الشعوب العربية، خصوصا تلك التي عانت من ويلات الحروب، كما ويهدف إلى تبادل الخبرات المعرفية والعلمية وتعزيزها لدى المعلمين وتطوير قدراتهم. جئنا لتوحيد في خطتنا لتوحيد بعض المناهج العربية. صحيح أن الجغرافيا، التاريخ، دي لكل بلد خصوصيات، إنما كلغة عربية، كرياضيات، ككيمياء، كطبيعة، دي في كل الوطن العربي متشابهة. انعقاد هذا المؤتمر في بغداد هو لدعم المعلم العراقي ودعم المعلم العربي، لذلك نتأمل من خلال هذا المؤتمر الخروج بآراء وأفكار تخدم المسيرة التربوية وتخدم المناهج بصورة عامة وتخدم المعلمين في العالم العربي بصورة عامة والمعلم العراقي بصورة خاصة. وتبقى التساؤلات عن مدى إمكانية تطبيق التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر لتطوير القطاع التربوي في العراق، خاصة مع وجود عقبات كثيرة في طريقه. بعد غياب دام أكثر من 25 عاما لاتحاد المعلمين العرب في بغداد، عاد اليوم مفتتحا مجلس أعماله المركزي وسط دعوات بتوفير المستلزمات الكفيلة للنهوض بالواقع التربوي في العراق وإعطاء حقوق متكاملة للمعلم العراقي. جابر جمال، قناة الرشيد الفضائية، بغداد.